هو كل الطلبه اللي في الجامعه بالقطعيات دي، القطعيات العقليه دي كلهم يعني؟ انا قعدت ادردش معاهم واحنا في الفاصل، فانا فرحان. هقول لك ليه؟ لان هم مش قاعدين في الكلاس بتاعهم او في الفصل، الولاد على طول كلهم بيشتغلوا، بينزلوا الفيلدز. همس وهي بتتكلم معاك، هانس بتنزل معارض وبتتكلم عن جامعتها. محمد عمر عنده الشركه بتاعته، محمد شغال في البيزنس، فالولاد عارفين يعني ايه انك انت بتعد. بيشتغلوا؟ طبعا بيشتغلوا بيقبضوا من حاجه معاك ولا لا؟ الولاد بيشتغلوا، احنا عندنا في جوبس بتنزل في الجامعه وبتقدم عليها سي في انترنشيب، وبتقدم سي في وبيبقى في لجنه وتقابل لك وتختارك وتشتغل. غير كده احنا كنا لسه عاملين يعني جوب فير في حوالي اكتر من 30 شركه، والولاد مضوا عقود واوريدي دلوقتي بيتدربوا. برافو ما شاء الله. فالحاجات دي مهمه جدا، لان انت بتجهز جيل. لازم تحيك دايما المشكله ايه؟ اول ما تروح تشتغل شغلانه يقول لك ايه؟ انسى خالص اللي انت خدته في الجامعه ده. كلمه قاتله كانت، ملهاش حل. لكن دلوقتي هيقول له انسى ايه ده، انا بشتغل معاك من وانا في سنه من ثانيه ثالثه ليفل. لا ده من فيرست ليفل، وهم عارفين محتاجين ايه. غير كده عندنا حاجه اسمها بروفيسور اوف براكتس. اجيب مثلا، هتلاقي الولاد هنا عندك حد مثلا رئيس مجلس اداره بنك، اجيب حد من شركات البايوتكنولوجي اللي شغاله، حد من البيزنس بيديهم، حد من الاركتكتشر الكبار. انا دايما افتخر ان احنا ليفل 2 في كليه العماره، مين اللي كان بيحكم المشاريع بتاعتهم؟ معالي الوزير دكتور ايمن عاشور شخصيا. فعلا جه من القاهره لغايه الجلاله وقعد معانا، هو اللي بيشوف الولاد وبيقيمهم. لما يجي لهم معالي الوزير شخصيا هو اللي حاجه مش قليله، حاجه قليله قوي. بحب ده يعني بحب حاجه كبيره جدا عندنا قوي يعني. حاجه، فالولاد ما كانوا منبهرين. وطبعا لما يتعلموا من قامه زي كده بتفرق جامد قوي. اختيار كمان اعضاء التدريس بيبقى فيري سيلكتيف. وغير كده انت دايما بتعمل حاجه بقى اهم، هي التقييم. لان لازم كل ده مرتبط بحاجه اسمها تقييم. مش معنى ان انا دخلت ودرست خلاص بقى السنه الجايه هقول نفس الكلام والسنه اللي بعدها هقول نفس الكلام، لا احنا لازم اغير نفسي. فانت بيتحط لك خطه، بنقعد كده اول السنه مع بعض وده اللي هيحصل. احنا السنه الجايه هنعمل ايه؟ 1 2 3 4. نيجي في نص السنه كده احنا عملناه، اخر السنه نشوف احنا حققنا ايه. والكل بيقيم كل.